نختاروش والدينا، ما نختاروش خواتنا، ما نختاروش عائلتنا، لكن نختاروا أصحابنا. الأكيد أنه صديق من المفروض يعزك، يفهمك، يحترمك، يسمعك، يقبلك كما أنت، ما يحاولش يبدلك، وخاصة خاصة يكون كاتم سرك وسند متاعك وقت الشدة. هذا المفروض. مع الأسف الصداقة تنجم تتحول لعداوة، لغدر، لخيانة، أو تكتشف أنها صداقة مبنية على المصلحة. وساعات القدر يفرق الأصحاب بالحياة ولا بالموت، وتكون الصدمة الكبرى. مرحبا بكم الليلة في حكاية تونسية، موضوعنا الأصحاب. في حكاية تونسية الأصحاب يحضر معنا كالعادة سي صلاح الدين بن فرج، مختص في علم الاجتماع، والدكتورة ضحى بالشيخ، طبيبة نفسية. نرحب كذلك بضيوفنا، مرحبا بكم الكل. السؤال دكتورة ضحى بالشيخ، أهمية الأصدقاء في حياتنا. حاجة مهمة ياسر، حاجة باش تأثر على من الصغرى معناها حتى لين الواحد يكبر بطريقة مختلفة حسب الفترة متاع المرحلة متاع الحياة، باش تأثر حتى على تكوين شخصية الإنسان، باش تأثر على طريقته كيفاش يبني علاقاته مع غيره، باش تأثر على ثقته في روحه، باش تأثر على الثقة اللي نجم يعطيها في الناس. دونك ما نجموش نعيشوا بلا صحة. توا قول القايل عنا اخواتنا، عنا عائلتنا، ما نجمش كل حاجه توقع اقرب من 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 الاخوات. علاش نحتاجوا ان يكون عنا صاحب؟ معناها انسان غريب على عائلتك، انسان تختار وتنجم تصدف، تنجم ما تصدفش، ما تعرفش طبيعته، ما تعرفش كيفاش تربى، ما تعرفش كيفاش انه صادق والا مش صادق. علاش سو بزوان؟ معناها علاش محتاجين هذاك؟ وين التكامل احنا نقولوا؟ معناها يا انغيشيسمون، وحد شيء ما يعوض حد، ما يعوض حد. معناها الاخوه حاجة، سي اون غولاسيون كي اكيز، سي اون غولاسيون كي انستوري. صحيح تنجم تتطور بصفة باهية ولا مش باهية، لكن الي اكيز لا غولاسيون. لاميتي معناها دون لاميتي لو بروسيسوس سي اكتيف، تتبني الصداقة، تتكسب ثقة، تتطور، تنجم تتطور بالباهي ولا بالخايب. دونك الانسان الي بلو ديناميك دون لا غولاسيون اميكال، لي بلو اكتيف، خاطر قاعد يبني فيها العلاقه، ماهيش مكتسبه ولا عنده من نهار اللي تولد ولا جاتو هكاكا، وكيما نقولوا قاعد يبروفيت دو سيت ريلاسيون ومن لي زافونتاج نتاعها. لا سي صلاح، في المجتمع هل أن الصداقه تكون مبنيه ضروره على ان نكونوا من نفس المستوى الثقافي، من نفس المستوى الاجتماعي؟ كيفاش تتكون الصداقات؟ اولا الصداقه هي فسحه، فسحه اجتماعيه، فسحه للهروب من ضغط العلاقات الموازيه الاخرى، لأن العلاقات الأخرى، علاقة العمل، علاقة العائلة، علاقة الزواج، كل علاقات محكومة بالقوانين وبالإكراهات والضغوطات. علاقة الصداقة على عكسهم هي علاقة مميزة، علاقة تقوم على إرادة الفرد، حد ما يجبر حد باش يكون صديق لحد، وحد ما يجبر حد أن يوقف علاقة الصداقة مع حد، لا قانون يمنع ولا قانون يبدأ. يعني هذه علاقة مميزة، علاقة تقوم على قيم مختلفة، قيم أساسها التبادلية بالأساس، يعني نبادلك أشياء. أرسطو تصور معناها مش من اليوم نفكروا في مفهوم الصداقة، 320 سنة قبل الميلاد أعطانا أرسطو درس في أنواع الصداقة. الصداقة الأولى صداقة المنافع، تقوم على أساس المنفعة، انت تعاوني في حاجه، انت جاري تعستي على الدار انا نغيب، وانا ما نعرفش انا مثلا نجيب لك خبز من مثلا، يعني اي كلام، فهمت؟ يعني صداق ونبنيه على هذا. الصداقه الثانيه صداقه الاشتراك في المتعه، يعني نستمتعوا بنخرجوا مع بعضنا، نلعبوا مع بعضنا، ولا نتقاسموا تفرهيده مع بعضنا ونستمتعوا بالوقت نقضيه مع بعضنا. النوع الثالث اللي قدمه أرسطو هو العلاقة اللي سماها، يعني اللي تقوم يعني دو بيان، يعني العلاقة الممتازة الجيدة اللي تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل. يعني هذوما الأنواع. وبطبيعة الحال الدراسات الميدانية ورات اللي مش الناس كل
تختار أصدقائها بالصدفة، يعني تبدو الصداقة وكأنها عملية فردية. هي صحيح عملية فردية، ولكن هو في الواقع احنا نختار أصدقائنا. سألتني قلت لي كيفاش تبدأ الصداقة؟ تبدأ على حسب ما تقترح عليك الأطر الاجتماعية اللي انت تتحرك فيها. والصديق هذا هو أنواع، ثم الصديق القريب، ثم الصديق العادي، وثم الصديق المميز، وثم الصديق المغشوش. هذه كنت تحكي عليه قبل هيك، نتاع المصالح والمنافع. مش بالضروره، لا، بتاع المصالح عليه ينجم يكون صديق عادي. نحترموا بعضنا ونتبادل منافع وصداقتنا قائمه على، لكن الصديق المغشوش هو ربما النوع اللي حكيت عليه انت منذ قليل، هو اللي ما يوفيش بالعهد نتاعو او يغدر، او يعني هذه الانواع تسمى الصديق المغشوش. يعني هذا الصديق الذي كما نقولوا احنا في الدرجه نتاعنا يرمي عليك صحبه، ولكن في الاصل هو يعني يفكر بتفكير يعني نفعي لذاته مش نفعي متبادل، لانه النفعي المتبادل هذا جيد، اما النفعي اللي هو فقط وربما للاستغلال ويجبد روحه. وهذه بطبيعه الحال يعني من الاشكال، مع العلم انه الصداقه ايضا هي موضوع نتاع مراقبه اجتماعيه، رغم ثماش قانون، لكن نقولوا تعرف قل لي شكون صاحبك نقول لك انت شكون، والخلطه بلطه. يعني الصداقة ما هيش في المطلق تبدو كان عملية عفوية، ولكن هي أيضا مؤطرة جدا اجتماعيا. به تنشوفوا مع ضيوفنا نوعية صداقاتهم. مرحبا بكم. أميمة 22 سنة، اتيديانت، طالبة. كيفاش بديت صداقتك مع صابرين؟ عندها عمين صاحبتنا، بديت في جروب معناها. كنا جروب صحاب، تعرفت عليه في جروب. جروب نتاع صحاب، عرفتوا بعضكم؟ عرفنا بعضنا في جروب صحاب، انا وياها عندنا حب الكلوب، نحبوا الكلوب، فهمت؟ هكذاك باش تعرفنا ببعضنا اكثر. كنا انا وياها جماعتكم محبتكم حبت للنادي الافريقي. كنا ديما نعدي وقتنا مع بعضنا، نمشيو للاستاد مع بعضنا، نمشيو للبارك باش نشريو برودويت كيف كيف، نلبسو كيف كيف، كل شيء كيف كيف. كنت انا وياها كنت السند نتاعي صابرين ربي يرحمها. دونك عامين صديقة قوية، شنو اللي لقيت فيها صابرين؟ طبيعتي في طبيعتها، طبيعتي اللي انا نشبهوا بعضهم، طبيعتي نفس طبيعتها صابرين. ديجا طالبة تقرا مع بعضكم؟ اللي هي اكبر مني بعام. اما مولودين في نفس الشهر، بيناتنا 6 أيام، نفس البرج، نفس الطبيعة، كل شيء. شنو كنت تحس اللي هي معناها انت عندك خوات؟ اي بعد ما عرست اختي حسيت بشويه فراغ، خاطر انت عندك اخت وحيده؟ اللي عندي خواتي وليد، اما اختي كانت قريبه لي زاد. لا اخت وحيده معناها اخت، اي اخت وحده، اي زاد اسمها صابرين. زاد اسمها صابرين. كانت قريبه لي برشا، عاودت صابرين. كي عرست كلي بقيت وحدي، صابرين عاودت لي شويه، كانت معايا ديما، كانت الضحكه معاها ما تقصش من الدنيا. شنو بخلاف حبكم النادي الافريقي، شنو تعملوا مع بعضكم؟ ديما نمشي للبارك مع بعضنا، نمشي برودويت مع بعضنا، نمشي فريب حفصية مع بعضنا، ديما مع بعضنا، ديما ما نتفارقوش. كنا قداش تعديو من ساعة في التليفون؟ كنا في نفس الفوية احنا بريسك، معناها نبيتوا بحضة بعضنا. انتم تبيتوا بحضة بعضنا، كنا نصليو مع بعضنا المبيتة. كنا نصليو انا وياها صابرين، يعني تخرجوا تمشيوا تجيو مع بعضكم، تبيتوا مع بعضكم في نفس مش في نفس البيت، لا في نفس الشامب. في نفس الشامب، اي عاد اكثر وقت. اكثر وقت ديما انا وياها، ديجا كنت عندنا صليه واحده، وكان عندنا جلباب واحد وخمار واحد. كي اذن لذينا نسابقوا شكون الاول يمشي باش يصلي الاول، كان ديما تنهي فيا حدا كي باش تسيلي ما عادش انا نبعد شويه ولا حكايه، هي اللي ترجعني. كنت تحكي لها اسرارك؟ بالطبيعه وهي تحكي لي اسرار منها. برشا تحسها تنجم تحكي لها كل شيء؟ تنجم تحكي لها، تنجم تعمل عليها في كل شيء صابرين. عمرك ما حسيت اللي هي حكيت حكايه نتاعك؟ لا 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 جمله، لا لا نفس الطبيعه انا وياها، كانت تحنينا برشا 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 زاد. باهي توك انت تحكي على العلاقه المثاليه، اما ساعات الاصحاب يتعاركوا. لا لا شنو اللي تنجموا تتعاركوا عليه؟ حتى شيء ما نفكرش بيه محطوط اللي حد اللي عمين معناها، كان ما نفكرش تعركت انا وصابرين على حاجه ابدا ابدا الفوضى معناها اللي توفيت ان شاء الله ربي يرحمها، ما نفكرش بالحق اللي انا وياها وصلنا تعركنا على حاجه. باهي احكي لي شنو اللي صار قبل اليوم المشؤوم هذاك. قبل بنهار البارتي نتاع الكلوب كلمتني على اساس باش نمشي واش نمشي معاها للاستاد، انا ما حبيتش نمشي للاستاد.
مشيت هي وبعد كلمتني العشيه كي روحت على اساس باش نتقابلوا ما تقابلنيش ما كتبش، وانا كنت مبرمجه قبل بجمعه معناها باش نمشي لمحمد رسول الله باش نمشي للرحله مع بعضنا. جيت نهار السبت انا ما كونفيرميتش معناها سي بون كلمت دارنا نقبل بجمعه وبعد جبت ما حبيتش، حبيت نعدي نهار لحد كله نوم. دونك كنتوا مبرمجين باش تمشيوا الرحله لعين دراهم مع بعضكم. كي حكيت لها معناها اللي انا مانيش ماشيه وكل شدت فيا صحيح تعمل لي كيفاش ودرا شنيا يومين لازمك تمشي وما تخلينيش وحدي وزدت كلمه من الله من الله زدت كلمني يا رحمه يعمل لي ما يجيش معناها لازمك تمشي معنا وكل في اخر لحظه حسيت ومشيت. دونك انت ما كنتش حابه تمشي للرحله وهي اللي اثرت عليك. هي اللي خاطر انا الوحيده بريسك انا وامين الله كنا قرب منها معناها انا اكثر واحده معناها من صاحبتها اللي كنت قريبه وكنت انا وياها. انتم ما مستنسين تمشوا الرحلات؟ انا ما عنديش معاهم برشا حتى كي نتقابلوا في الجروب جست قهوه وكهو ما نمشيش ما عنديش معاهم رحلات جمله انا مشيت على خاطرها. هي مستنسه تمشي؟ هي شويه مش برشا مشيت على خاطرها انا كهو اكثر ولا اقل. ليه؟ احكي لي على نهار كيفاش خرجتوا الصباح كيفاش تقابلتوا شنو عملتوا؟ حاسيلو كلمتني توصي فيا في الليل باش نفيقها الصباح حكيت 6 ونص هكاك فقت انا الاولى كلمتها فاقت هاني فقت باش نلبس ودرا شنيا هزيت ساكي انا قريت حسابي في الماكله انا وياها معناها على اساس هي من غير ما تشري حتى شيء هكا معايا تعديت لها من با احنا عندنا جمعه ولا اكثر ما تقابلناش وقتها. هي عطله وقتها؟ ليه مش عطلة انت وقتها مين؟ انا وقتها في الفوي ما عادش في نفس الفوي انا وياها خاطر بدلنا بدلتوا ما عادش في نفس ما عادش في نفس الفوي دونك هذا 1 ديسمبر اي لو 1 ديسمبر هزيت ساكي وكي قابلتها حتى كي تعنق فيا قال لي بوحش عندها برشا عندها جمعه يا ما ريتنيش اما تحسها طريق كامل شدتني من يدي توحشتوا بعضكم على الاخر اي وصلنا للكار طلعنا في اول الكار خاطر تعرفني انا في ساعه خواتري تور وكل طلعنا في اول الكار وبقينا مقدمين بالكل ثمانية متاع الصباح خرجت الكار من وين سنترال بارك ترى كامل صابرين مصبحة يا ما جايش انو تكيت عليا نعملها يا اخي من طوى معناها باش يزك النوم زيت معناها النهار كي مش نعديهم مع بعضنا معناها فيق حاولت فيق تعمل لي يومين راني مصبحه راني وجيني النوم على الاخر تكيت عليا شويه كي بداو صحابنا يغنيو في اول الكار فيقت هي قال لي بقينا نحكي ديجا بعد بجمعه عندها كومبيتيسيون تاع بوكس هي باش نحضر انا فيها. دونك هي كانت سبورتيفه كانت انا وياها كيف كيف تعملوا انت زاد تعمل بوكس دونك تحكيوا على رياضه كنا نحكيوا على اللي حكيتوهم في الكارة تفكر بالطبيعه كنا نحكيوا تعمل لي يومين اليوم حيت الفيرني باش نرجع نصلي تعمل لي انت زاد لازمك ترجع قلت لها ان شاء الله بقدره ربي تنرجع دونك ومن بعد توقفتوا انتم انتم وقفنا وقفنا في البياج نتاع وين الكياسك نتاع بيج وقفنا غاديك عملنا تصورنا عملنا تصور غاديكا وبعد مشينا زدنا وقفنا بوز اخرى هذوما تصور هذوما في البياج في الكيوسك هذه يا صابرين تعمل لي يومين ما صورني بتليفونك صورت اخر تصور بقاو في تليفوني هذه في البوز الاخرى وقفنا غادي صورتها بالتليفون دونك في البوز وقفتوا باش تفطروا باش تشربوا قهوه وقفنا اللي باش يشري حاجه وشوفير خذ قهوه وكهو هذيك في الكيوسك من بعد حاسين وقفوا باش ياخذوا ماكله ولا شنو من با درجين وطلعت كيفاش كانت الاجواء؟ تحسهم عرفتك اللي يحبوا يخقوا الامبيونس وهي ماهيش موجوده من با اربع دراجه كيك غناوا شويه بعد كل حد تلافي اللي يصرح في الشباك علاش اللي حد ما كانوش ناس الكل يعرفوا بعضهم اللي مش الكل يعرفوا بعضهم هما غادي هو جروب انا فما مش جروب الناس الكل تعرف بعضها هو جروب اما الاغلبيه يعرفوا بعضهم مش الكل انتم ما تعرفوهمش الاخرين انا ليه نعرف شطرهم انا اما صابرين كنت اقرب وحده ليا ليه الحمد رسول الله حتى على تلفيتي بقيت في حجرها شويه على تلفيتي في الكار معناها كل حد ليه في روحه ما همش خالقين امبيونس ما همش فرحانين ولا ما هوش جو نتاع انسان خارج في روندو باش يتفرهد شو معناها الناس كل واحد غاطس في البورتابل نتاعو اللي في البورتابل اللي شارت في الشباك اللي حاط كيت ما كانش كان كعبتين وكعبك اللي في اول الكار اللي نفذلكم بعضنا كهو دونك انتم قاعدين من قدام ورا الشوفير بالضبط ورا الشوفير بالضبط باهي كهو
بعد قبل ما نوصل للطريق هذاك لا لا حول رسول الله قبل ما نوصل للطريق هذاك الكار هبطت عسيل وخاطر الركبين احنا ورا الشوفير بالضبط معناها حاضرين على كل شيء الركبين من تاني ما همش يلقين معناها شنو اللي صاير ولا شنيا كهو رف الشوفير حصير يدور في الفولون الفولون ما حبش يدور الفرا ما حبش يشد لاخر لحظه دونك انت ملي بداو بدات المشكله انتوا واعيين اللي فما مشكله ليه مش من اول ولا حاجة. من اول ليه مانيش سرقانه هي هابطه هكا خاطر كنا شادين بلايصنا مقطع وكنا معناها باقيين ونحكيو معناها على تلفيت التيان نسمع في الشوفير يسيح طلي تعليه معناها نرف الفولون ما حبش يدور والفرام حبش يدور الفولون ما حبش الفولون يدور جمله معناها باش قال الضرار باش يشد يسار ولا حكي إيه وبعد نشوف كيف الكارتارت صابرين اخر حاجه عملتها شدتني من يدي اليسار شو معناها معناها انتم هكا في حضره حضره هكا حضره فاسيلمون الكار باش فرام باش تجري في وسط الكار الناس انا شاهدت خاطر على رمشه عيني حسيت حياتي باش توقف سي بون حزيت روحي باش نموت وقتها و قداش دامت الحكايه تقريب معناها فك الفتره نتاع نتاع البانيك اللي الناس كلها مفجوعين احنا كهو معناها في اول الكار من تالي ما همش يلقين ما فطنوش اللي من تالي ما فطنوش اللي فما مشكله لا خاطر الشوفور كي ولا يسيح من با خزرت له نجمه اخت زوز اخوات اللي توفاو تعمل له حل الباب حل الباب هو من ربثه ما ايوا اول ضربه ديجا سقف طار معاها اول ضربه معناها ضربت فيها الكار سقف طار معاها ما نعرفش انا كيفاش تنطرت ما نعرفش شنو صار بالضبط بعد كي فقط صابرين ومش بحذايا معناها كانت باقي يعني بحذية. بعد ما طاحت الكار انت دخت ما دخت الجمله كان كي وصلت للسبيطار ويا ليتني كان دخت خير لا وقت وقت الحادث خاطر قلت لي وقت اللي فقت لا وقت اللي معناها فقت خاطر طحت غمضت عيني ما نجمش تشوف حكايه كيك شفت الكار طارت سي بون انت واعيه وقتها اللي الكار أي... قاعده تطيح في ال... أيوة في الهدف يعني هي سي بون وحسيت بالنار وحسيت نعرفش نعرفش تحت على جنبي كله اليمين وعلى تيحتي فما حاجه اخرى تعدت على جنبي اليسار خاطر البريود اللي ما جمتش نمشي ما نجمش نتحرك جمله صابرين اش كنت تعمل وقتها؟ صابرين اخر حاجه نتفكرها شدتني من يدي اليسار شنو اللي تقول؟ خاطر انا كي فك الظرف هذاك مي با معناها ما خزرناش حتى ما تنجمش تخزر ما تنجم تعمل حتى شيء في اللحظه هيك مي با هي فرون سكوند تنجم تعمل حتى شيء جست انك تشهد وكاو ديجا حطيت روحي سي بون باش نموت انا وكهو دونك تحت الكار كي حليت عينيك شنو اللي حليت عينيا اول ما فقط مازلت سخونه من الضربه كل الدم يجري من هنا في تفجعت في بالي من راسي ما طلع لبسه زبلال تحلوا لي وذني من داخل وجهي تزلع منه وضربه صغيره منه ومن هنا فقط شيء ما صاحبتي مقبتني من غاديكا فايقه وما نجمتش تقف خاطر يدها من هنا زادت ضربت مشيت وقفتها مزت معناها نشوف كيف العبيد اللي طايحين بحذايا ما ريتش العبيد اللي في الواد طايحين خاطر انا كي طحت في الهف الاول ما طحتش في الثاني شوف اميمه انت ارتاح شويه واحنا نشوف التقرير ونرجع لك طايحة على هنا بالضبط على أول ما فقط مزيت سخونة هزيت بيدي هذي بالطبيعة مسيت الدم من هنا لبسة زبلات خاطر حلوا لي وذني من داخل ووجهي مزلوع ما شفتهاش لآخر لحظة ما شفتهاش فركست بعيني خاطر ما جبش نتحرك أنا خاطر طحت لهنا ما جبش نتحرك كي فركست بعيني ما فهميش هي ماهيش موجودة آخر لحظات كانوا مع صابرين اخر الصور خليناهم في اخر بوز واحنا بريسك داخلين العام دو صور هالطوة مزيلة ايش ميمه بتاع العاده
ديما تبكي، ثم حاجة نقصتها في حياتها، حاجة ما نجموش احنا نعوضوها. في وقت الشدة تلقى مع بعضهم، في وقت الغسرة، في وقت البيف، في البكية، في كل شيء تلقى مع بعضهم، ياسر يحبوا بعضهم. صابرين هي أميمة، وأميمة هي صابرين، طفنا معاها وإحنا أصحابها ونحبها وللآخر معاها، وما نخليوهاش بالك ياسر. بريود صعيبة برشا عليها، حبينا نهزوا المورال لوماكس، يعني تحاول تبقى معاها أكثر وقت ممكن. حاولوا نعوضوا بلاصة صابرين لما ما نجموش. ولهذه اللحظة، لهذه اللحظة أميمة ما عزتهاش بصابرين، ما نجمش نعسيها. حتى كنا مش عايشة تولي عايشة معا على خاطر أميمة. ليزامي مدام أون لي شوازي با. أميمة شفناك رجعت الموقع الحادث، أول مرة ترجع وقتها؟ أول مرة يعني باش نصوروا التقرير. أيوة. كيفاش عشت الموقف اللي نصوروا؟ صعيب على الأخر. موقف صعيب، عاود رجع لك اللي صار طبيعة، هو بار أني باش نمشي للبلاصة بطبيعة كل مرة باش يبقى يرجع لي، معناها باش نشوف كار، باش نشم ريحة تحريقة، باش نسمع صوت فران، باش ترجع لك الميموار من أول أكسيدون لآخر. كيفاش سمعت بوفاة صابرين؟ هزوني للشرنيكو، هزوني البيجة، حسيلو بقيت نلوج، يعني نحاول في الفرملية، ما نجمش نتحرك، جملة أنا، من با كان يدي هذي تتحرك، جملة ما نجمش نتحرك. وكنتي تضربت على كتفك؟ إيه، أما تعديت حاجة أخرى معناها على جنب هذي كله أزرق. كها نحاول في الفرملية نعملها مان، أمشي أطلع للرجونس، شوف لي طفلة اسمها صابرين، شوفها ويني، مازلت عايشة بحذايا ولا لا. دونك هذا في سبيطار بيجا. سبيطار بيجا. يعني من موقع الحادث هزوكم مباشرة لسبيطار بيجا. لسبيطار بيجا. دونك المفروض صابرين تكون موجودة. نورمالمون تكون موجودة معايا، خاطر كانت باقية معايا في الكرسي، معناها أمام كي طاح، حتى كي طحنا ما شفتهاش. أنت كي فقت سامحني، كي فقت لوجت عليها ما لقيتهاش. لوجت بعينيا. فاش خرجت من الكار وإلا خرجوك؟ ما خرجتش منها الكار، معجزه من عند ربي وكها، وخاطر ما عرفش كيفاش نطرت انا، ما نعرفش بالحق، ما نعرفش. معناها انت تويك الكار تحت، صابرين كانت بحذاك. كانت بكى بحذاك. كي حليت عينيك وين لقيت روحك؟ بعيد عليهم، فما هكا. في وسط الكار ولا خارج؟ ليه البرة من الكار. اه البرة من الكار. برا من الكار. وقت نطرت. نطرت. ايه. يكون بالار، ما نعرفش. مشيت فيقت شيما. فركشت عليها، لوجت عليها. لوجت بعينيا، ايه. فيقت شيما وتلمون بعد سي بون، يكون بردت ولا. طحت، ما نجمتش نكمل ناقف. دونك ما شفتهاش بعد الحادث مباشرة؟ ما شفتهاش جملة. قلت عليها في السبيطار. لقيت اللوج ديجا، أنا نص ساعة ما عديتها وأنا نتفرج فيهم، معناها اللي في الويد طايحين كل في الويد، اللوج عليها هي بعينيا، هي ما فماش. دونك وصلت للسبيطار سألت عليها؟ سألت عليها، سألت غاديكا بالك جيبوها معايا، خاطر ما تصورش كان باش تجيها ضربة خطيرة ولا. باهي، كيفاش سمعت؟ بعد ما ساعتين متاع الليل، ثلاثة أيام ملانين واحد يشم في ريحة الموت، معناها دايرة بي. بس عطيم تعليل، كلمنا واحد من أصحابنا يعمل لي أميمة راهو صابرين توفيت. نعمل له ليه؟ مستحيل كانت توفى. يعمل لي أميمة كهو، هذاك حكمة ربي ولازمك تقبل بها. كهو. من الآخر لحظة مانيش مصدقة. زيد نحل الفيسبوك الصباح، خالتها وبنت خالتها كي مروحين بها يعملوا أكسيدون في بالترع. أي سمعنا بها معاه. لاخر لحظة مانيش مصدقة وكهو. دونك لاخر لحظة ماكش مصدقة. دكتورة، صعيب أنك تقبل وفاة الصديق، يعني هو الحدث في حد ذاته سان تخي غران تروماتيزم، صدمة كبيرة. لكن أنك تفقد صديق أو صديقة في الحادث يبدو لي أنه صدمة تكون أكبر، يمكن 10 مرات. احنا عندنا من الاول عندنا اضطراب ما بعد الصدمه، معناها لو تروماتيزم ديجا لي لاكسيدون، زيد انها سورتو حاجه قالتها تري امبورطون، معناها قالت نتمنى كان جيت فقدت الوعي وقتها ما ريت شيء. دونك لو فات انها شافت كل شيء، معناها فايقه بكل شيء قاعد يصير، وزيد انها بعد زيد مازالت فايقه ورات هذاك الكل، وزيد انها فقدت صاحبتها، معناها لا كون ابل لا كولبابيليتي دو سورفيفون، احنا ديما نشوفوها مع الاصحاب ولا في العائله في اكسيدون كي واحد يمنع كل واحنا والاخر معناها يتوفى، معناها لو دوي اي انكور بلو ديفيسيل، معناها سي فريمون تري كومبليكي. مي بون
احنا ما ننساوش لي الحادث معناها ما ليهش برشا مازال برشا حكايه جديده حكايه جديده بالكدي وتوا مازالت كيما نقولوا سخونه الحكايه مازالت أيه. معناها ما زلت تحت وقع الصدمة. أميمة بعد المقادش قعدت في السبيتار جمعة دونك بعد جمعة خرجت لحياتك اليومية كيفاش خرجت ما زلت معناها كيفاش تنجم تعيش وقت تكون أنت ديما مع نفس الشخص صاحبتك هذيك تكلموا بعضكم تتقابلوا تمشيوا تشوفوا الماتشويت مع بعضكم نتصور كي تبيو باش تشريو حوايج تمشيو مع بعضكم بالطبيعة كيفاش تنجم تتأقلم مع هذا الفراغ اللي خليته عليك صابرين؟ عندي شهر ديجا انا عديته شهر في الدار وشهر الثاني عديته معناها ما بين أصحابي خاطر عندي مساجات لازم نعملهم ديجا أصحابي الآخرين كانوا سند الثاني بعد عائلتي كانوا هما ديما معايا هما اللي يهزوني يجيبوني واقفين ديما معايا عادي يفصعوا من القرايه من الخدمه باش يجيوني للسبيطار نعمل مساج ولا يعني قاعدين يحاولوا يخرجوني من هنا فيها يملاوك الفراغ اللي خليته صابرين واللي نتصور حتى ذولي صديقه من صديقاتك قالت حتى حد ما ينجم يعوض صابرين بالنسبه للاميمه هذه الستاتيو اللي انت هبطت بعد جمعة يبدو لي من الحادث تحب تقرأه نقرأوها مع بعضنا في صبحية كانت عليا ليلة البيا باش نخرج معاها في رحلة نبدلوا بها روتين ونخرجوا من جوج ما وجو رزين قمت فوق من قلبي ما كنتش حابة أما عطيت كنتي لأصحابي ولازمني نكون حاضرة حضرت الساك والماكلة وشديت الثنية وعرضتني ليلى البيا تحمل وتبوس فيا وينك يا فرخة هالغيبة هذا هو اللي قالتولك يا أختي الدنيا عاكسة ولا تصعيبة من بعد نشوف كان في الكارة تصير غمضت عيني وشهدت وقلت اللي باش يصير خلي يصير فقت بعد مدة نشوف في برشا عباد ولوج عليك بعينيا أكيد هي ما زلت معايا حيا وينك طل عليا روصنية ما زلت طويلة وينك يعني هذا السؤال اللي يقعد بالنسبة ليك ما تروح تقول علش أنا عشت وهي لا عندك الإحساس هذيك هاي الأخر لحظة ديما عندي الإحساس هذيك علش أنا خاطر ديجا كي كنت باقية بحذية وكل نفس الكلام بقي يتعاود علاش انا حية وهي ليه علاش هي ديجا هي جيتها ضربة وروذنها من هنا شوية مطيشة ساعة ونص غاديك معناها باش جات الحماية هزت فاقت اللي هي معناها تتنفس هي زو يدوروا بها من سبيطار يسلوا بها 9 غير 4 متاع الليل باش يعملوا لها عملية من تحت العملية تخسر برشا دم هي ديجا من قبل عندها فقر الدم تدوخ خسرت برشا دم يعني تقول لي صابرين ما توفيتش على توفيت على بلاصتها المكان تحت العمليه توفيت بخلاف الاصحاب عائلتك كيفاش تحسهم سندوك عائلتي في بالي مقبلة بالجمعه ما كونفيرميتش معناها نهار السبت نحكي انا امي بالتليفون حاسيلو حتى كي سمعت امي ستة نتاع العشيه سي بون تكلم فيا وتعاود كي شفت التليفون يمشي هي علقت منه وكلمت خويا ايوب منه معناها نعملوا ايوب امان وصل دارنا لي انا راني في كار اخرى وراني لباس ومانيش في الكار هذيك وراني هاني دخلت ندوش تويكا معناها باش ما تبقاش تطلب فيا من غدو هبطت اسمي تكلمني امي حكيت يمشي اخويا ساعة مشي لاختي مشي لها حاسي له احكي لها كل شيء اختي تكلم في امي تعمل لها يمارة وكلم بنتك شوفها ويني ما نجمش تحكي لها حتى شيء خاطر امي عندها السكر انا ديجا خفت عليها هذاك عليه كلمتها تعملها يما شوف امي مويني تكلم فيا ما تعمل لي اخي وينك انت طبعا سؤال مشكل عاده تسال فيا نعملها ما هاني وينك انت تعملي شنو اللي حاس اللي بحذاك تعملي اخي انت بالحق ماكش الكار هذيك تعملها بالحق حاسي لو دخلت بعضي انا وش القطبيه عملي ما صحيح راني في الكار هذيك ما راني لاباس جوست عندي شويه واحد حسين ماما مسكينه داخت وبابا عندي 9 سنين معناها ميريتو شيب كي من توفيت مامتي كي جاني للسبيطار نرى فيه
حاجه وجعنا قلبي على الاخر عليهم والخوف يظهر لي دكتوره كل خوفك اللي يجي ابوستيريوري يعني تتاكد اللي صغيرك حي لكن الرجه نتاع الخوف تقول كنت تنجم اي قوه الصدمه دونك تقول لي اللي انت عائلتك محيطين بيك اصدقائك محيطين بيك الحمد لله تحس بالوحده رغم هذا انا كل شيء يرجع لي في الليل نهاري نعدي مع اصحابي وكل اما في الليل كل شيء يرجع بطبيعه خاطر الحكايه ما زلت جديده سي سلاح مهمين الاصدقاء اللي كنت تحكي على الصديق المميز الصديق القريب وبقيه الاصدقاء مهم وجود الاصدقاء في مثل هذه المواقف بطبيعة الحال يعني مش معناها تعرف اللي بدل العائلة اللي كانت هي تقريبا تقوم بكل شيء واللي ما زالت تقوم بكل شيء مثلا مش حزام ثاني معناها الحزام العلائقي اللي يمكن يعتمد عليه الإنسان أكثر من الصداقة يعني الصداقة اللي بها شكل معناها من عند أميمة هذه الصداقة معناها المتنزهة على كل أشكال فيزيونيل شوية يعني فعلا يعني توأم روح يعني يعني متاع توأمة يعني حقيقية معناها قائمة على مشاعر صادقة يعني وبدون أي حسابات وبدون أي يعني تصورات متاع مصالح ولا قائمة على تقارب حقيقي معناها في تقاسم النظرة للدنيا والاستمتاع وفي سن شباب يعني صغار يعني الاستمتاع هو اللي يقوم هذاك اش قلنا بكري حسب السن ففي المرحلة دي اللي يقوم أكثر هو هذه المتعة متعة اللقاء والشراكة فك الاستمتاع وأيضا يعني أكل تقاسم القصص ويعني حقيقة يعني هو توازن كامل للإنسان يعطيه ويعطي معنى لوجوده في المجتمع حقيقة يحس اللي وجوده عنده معنى يعني ما هوش فكل ليزولمون هذاك اللي لقد الله يهزوا إلى اكتئابات ويهزوا إلى فيتقاسموا هذا الحزام الثاني أحيانا يكون أفضل من الحزام الأول متاع العائلة متاع العائلة يكون الحزام الدرامي مش معناها الحزام الدرامي معنى في العائلة نعمل على عائلتي باش يعني ماليا ولا صحيا وكذا ولكن هذا الحزام يعني خالي من أكل الارتباط اللي بصيف عليك يزمك تعطيني لا هذايا إما ثمة ولا ما ثماش يعني تلقائي ويعني نابع بصدق يعني وهذا فعلا يعني يكون غير يعني غير لا يعوض يعني لا يعوض الصدق في الصداقة كما شفناه مع أميمة الله يرحمها وينعمها صابرين لكن مع الأسف مش ديما الأصحاب صادقين نشوفوه هذا معك هبة مباشرة بعد الفاصل.